وتلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان رئيس الدوله حفظه الله برقية تعزية بوفاة الشيخ طحنون بن محمد ال نهيان من صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان اعرب خلالها عن حر التعازي وصادق المواساة في هذا المصاب الجلل سائلا الله العلي القدير ان يسكنه فسيح جناته